السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبل أم سنوان في جبة حائل، واجهة تاريخية للأجيال القادمة. جبل أم سنوان أحد جبال منطقة حائل شمال المملكة العربية السعودية. يقع الجبل في مدينة جبة والتي تبعد عن حائل 110 كيلومترات شمال غرب حائل، ويقع تحديدا جهة الغرب من مدينة جبة وسط صحراء النفود. تعد جبة أحد أهم وأكبر المواقع الأثرية في السعودية، حيث تضم نقوشا ورسومات منتشرة في جبل أم سنوان وفي الجبال القريبة منه، وتعود النقوش لثلاث فترات زمنية مختلفة. يعتبر جبل أم سنوان ثاني أهم المواقع الأثرية لإنسان ما قبل التاريخ بعد موقع راطة والمنجور، وهو الآن أحد المواقع التي صنفت موقع تراث عالمي. وهذا هو جبل أم سنوان أمامكم. شكرا لكم وفي أمان الله.